الغاز الطبيعي لرسم مستقبل الطاقة شعار القمة الغازية السادسة التي تجرى هذه الأيام بالعاصمة القطرية الدوحة، قمة تكسوها مخاوف من أزمة طاقوية في أوروبا بسبب تنامي الصراع الروسي الأوكراني. جاء هذا المنتدى أو المؤتمر على خلفية أزمة الطاقة في أوروبا، خلفية الصراع الروسي الأوكراني واحتمال قطع الإمدادات كاملا، الإمدادات الروسية بالكامل إلى أوروبا. هذا سيخلق أزمة كبيرة ونقص في الغاز. الطاقة النظيفة محور يفرض مكانا هاما في المنتدى الدولي، غير أن الخبراء يرون أن تكلفة التحول إلى الوقود النظيف مرتفع جدا. الموضوع سيتم نقاشه في القمة، لكن سوف لا تضع حلولا لمسألة الطاقة النظيفة. تكلفة الطاقة الشمسية مرتفعة جدا، الألواح الشمسية أسعارها ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب الطلب، وطاقة الرياح غير مضمونة. ويجتمع الدول الأعضاء الـ11 الذين يمتلكون أكثر من 70% من احتياطات الغاز في العالم منتدى الدول المصدرة للغاز، بما في ذلك روسيا، قطر، الجزائر ونيجيريا، بالإضافة إلى 7 دول مراقبة و3 دول بصفة ضيفة.